يا بنت على مالك، مش عارف احصلك في ايه بالراحه. بدريه بدريه، مش عارف احصلك في ايه على مهلك. لا اله الا الله. في ايه مالك؟ انت ايه الفيلم اللي انت جايبنا اتفرج عليه ده؟ هي دي الخروجه اللي خلتني زوغ من الشغل عشانها؟ على فكره الفيلم حلو قوي، وتحس انه شبهنا كده وقريب مننا. يا اخويا ولا قريب ولا بعيد، انا جاي اتبسط. مالك يا بدريه قلب وشك كده ليه؟ بعدين نستنى نشرب حاجه وبعدين نخش نكمل الفيلم وهتنبسطي والله العظيم. انا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل، انا عايز اروح. تروح ايه بس؟ هو الفيلم لسه خلص، وبعدين انت لسه بدري قوي على ميعاد خروجك، مستعجله ليه؟ يا سيدي تعبانه، رجليا وجعاني من وقفتي طول النهار، وحني ضهري في الشغل، زهقت تعبت، وزحمه المواصلات ودوشتها. ايه يا بدريه؟ ايه لزومه كل ده دلوقتي؟ بقول لك تعبت، هو انت ما بتفهمش؟ فهمش؟ غيرت قوي يا بدريه. يا اخويا كل حاجه بتتغير، يعني هي جت عليا انا؟ خليك انت في الافلام بتاعتك. ولا عشان خلاص بقى انا بقيت اعرق بجد. هو انت قبل كده كنت بتعمل ايه يعني؟ القرشين اللي كنت بتاخدهم من التاكسي بتصرفهم على امك واخواتك، ولا عرفت تحوش لك قرشين ولا عرفت تيجي تخطبني، وانا يا اخويا مش هفضل متعلقه كده. على فكره دي ظروفي، وانت مش غريبه عني وعارفاني من زمان صح؟ وانا كل يوم بكبر، والبنات اصغر مني عايشين حياتهم ويلبسوا ويخرجوا ويتفسحوا، وانا من حقي بقى اشوف لي يومين. قصدك ايه يا بدريه؟ كل واحد يروح لحاله وتسيبني بقى. اسيبك اسيبك ازاي مره واحده كده؟ وبعدين اللي بينا ده بقى تسميه كان لعب عيال وخلص خلاص، وزي الفيلم بتاعك ما بيقولوا فيه كل واحد بقى بيعرج بطريقته. تحب اساندك لغايه البيت ولا هتعرف تروح لوحدك؟ يا ستي كتر خيرك، انا معايا عكازي. طيب سلام. قابلتك في الطريق عيوني.